بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة كورشيه حكايتي. النهاردة هنكمل في مجموعة الغرز السهلة اللي احنا بنعملها، اللي بتدي نتيجة جميلة وفي نفس الوقت ممكن أي حد مبتدئ للكورشيه يعملها. غرزة جميلة وسهلة ممكن نستخدمها في البلوزة أو في سكارف أو شال أو لعمل المفارش المربعة أو المستطيلة. هنشوف النهاردة، أنا هستخدم النهاردة خيط قطن. هنشوف النهاردة هنبتديها ازاي ونبدأ ونقول بسم الله هنعملها ازاي. هندي مع بعض نموذج مصغر للغرزة، انت لو حبيت تشتغليها بتشتغليها بالعرض اللي انت تحبيه. ممكن نعمل مع بعض، ابتديت انا ب 55 او 60 سلسلة. نقول بسم الله. هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل على السلاسل دي مربعات فاضية. مربعات فاضية يعني ايه؟ يعني احنا اول حاجة هندخل هنلف، هناخد لفة وندخل في السلسلة رقم 5، نسيب أول سلسلة، تاني سلسلة، تالت سلسلة، رابع سلسلة، وندخل في السلسلة رقم 5 بحيث تديني أول مربع فاضي معانا. بعدين ناخد 2 سلسلة ونسيب أول سلسلة، تاني سلسلة، وندخل في تالت سلسلة، هتكون معانا تاني مربع. بعدين 2 سلسلة ونسيب اول سلسلة، تاني سلسلة، وفي تالت سلسلة هناخد عمود بلفة وسلسلتين ونسيب اول سلسلة، تاني سلسلة، وندخل في تالت سلسلة عمود بلفة واتنين سلسلة ونسيب اول سلسلة، تاني سلسلة، وندخل في تالت سلسلة، وهكذا لنهاية السطر اللي أنا هعمله. هكون 18 مربع. الغرزة دي يا جماعة عشان نعملها لازم نعملها بعدد يقبل القسمة على 9، يعني مضاعفات العدد 9، عدد يكون بيقبل القسمة على 9 عشان هي دي غرزتنا اللي معانا النهاردة. أكمل السطر وأرجع معاكم. عملت 18 مربع فاضي عبارة عن 2 سلسلة وعمود واتنين سلسلة وعمود وهكذا لنهاية السطر. السطر اللي بعده هنعمل ايه؟ هنلف الشغل كده. لو انت عملتي سلاسل، في حاجة عايزة اقولها لكم، لو السلاسل طلعت زيادة عن اللي انت عايزاها دي بتتاخد معانا في التنظيف، وانا قلت لكم قبل كده. نعمل ايه في السطر اللي بعده؟ هنلف الشغل معانا كده وناخد 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. ليه 5 سلاسل؟ عشان 3 سلاسل تحل محل اول عمود واتنين سلسلة اللي احنا بناخدها عشان خاطر نعمل مربع الفاضي. 5 سلاسل خدناهم وندخل في تاني عمود هيقابلنا كده، تكون المربع الاول في تاني سطر. ونكرر اللي احنا عملناه تاني في السطر الاول، ناخد 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة وعمود فوق العمود بالشكل ده، مربعات فاضية برضو لنهاية السطر. رجعت انهي معاكم اخر مربع في السطر بنعمله ازاي. بنقوم واخدين 2 سلسلة وناخد العمود في تاني سلسلة، نسيب اول سلسلة وناخد في تاني سلسلة، فعندنا الشكل ده. نعمل ايه في السطر اللي بعده؟ هنلف الشغل وناخد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نسيب اول مربع وندخل في المربع رقم 2 وناخد 3 عمود بلفة، 1 2 3، واتنين سلسلة، وتلاتة عمود، كل ده في نفس المربع اللي هو المربع رقم 2. 1 2 3. سيبنا اول مربع، خدنا 5 سلاسل بداية السطر ودخلنا، سيبنا اول مربع فاضي ودخلنا في تاني مربع فاضي وخدنا فيه 3 عمود وسلسلتين وتلاتة عمود في نفس المكان.
بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد 2 سلسلة ونسيب اول مربع بعد العمدان اللي احنا خدناها، ونسيب المربع اللي بعده وندخل في ثالث مربع هيقابلنا، ونعمل نفس اللي احنا عملناه في المربع رقم 2. 3 عمود، 2 سلسلة، و3 عمود. 1 2 3 وسلسلتين و3 عمود. 1 2 3 بالشكل ده. ونكرر تاني، 2 سلسلة ونسيب اول مربع هيقابلنا، ونسيب تاني مربع وندخل في تالت مربع فاضي هيقابلنا، ونعمل 3 عمود و2 سلسلة و3 عمود في نفس المكان. 1 2 3، 2 سلسلة و3 عمود في نفس المكان. 1 2 3. ونكرر اللي احنا بنعمله ده لنهاية السطر. رجعت عشان انهي معاكم السطر. اخر 3 عمدان خدناهم، هنعمل بعديهم سلسلتين وندخل في السلسلة رقم 2. 1 2، ونعمل عمود بلفة بالشكل ده. السطر اللي بعده هنعمل ايه؟ هنلف الشغل بتاعنا وناخد 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. ال5 سلاسل البداية دي هتكون معانا لنهاية الشغل بتاعنا. وندخل فين؟ نسيب 3 عمدان وندخل في السلسلتين اللي بين العمدان وبعضيها. هنا نكرر الرسمة تاني، 3 عمود، 1 2 3 وسلسلتين و3 عمود في نفس المكان. 1 2 3. هنعمل ايه بعد كده؟ هنا خدنا سلسلتين في وسط الرسمة، لا هناخد 3 سلاسل. 1 2 3، وندخل في السلسلتين اللي بين العمدان، 3 عمدان و2 سلسلة و3 عمدان. هندخل في السلسلة اللي بينهم وناخد 3 عمدان. هنكرر الرسمة، يعني 3 عمدان و2 سلسلة و3 عمدان في نفس المكان. 1 2 3 و3 سلاسل. ونكرر الرسمة، 3 عمود وسلسلتين ادي 1 2 3 وسلسلتين و3 عمود في نفس المكان. 1 2 3، وهكذا لنهاية السطر. 3 عمود وسلسلتين و3 عمود بينهم 3 سلاسل. وندخل في الرسمة اللي بعدها ما بين السلسلتين، نعمل 3 عمود وتلاتة وسلسلتين و3 عمود لنهاية السطر. لا خلص وارجع لكم. خلصت اخر رسم معايا ورجعت عشان انهي معاكم السطر. بعد ما خدنا اخر 3 عمدان في اخر رسمة، هناخد سلسلتين نفس اللي عملناه في السطر اللي قبل كده، وندخل في اول سلسلة تاني سلسلة في ال5 سلاسل اللي احنا واخدينهم في البداية. ندخل في تاني سلسلة ونعمل عمود بلفة. بقى معانا الشكل ده. السطر التالت هنعمل ايه؟ هنلف شغلنا وناخد ال5 سلاسل، نفس ال5 سلاسل اللي احنا بناخدهم كل مرة معانا للنهاية. 1 2 3 4 5. خدنا ال5 سلاسل بتوعنا،
بتوع البداية، وهندخل في الرسمة برضو في السلسلتين اللي احنا خدناهم في وسط التلات عمدان، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين وتلاتة عمود في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم واخدين اتنين سلسلة، ولو الخيط رفيع معاكي ممكن تاخدي السلسلتين دول تلاتة، انا هاخدهم تلاتة لان الخيط رفيع. انت ممكن لو بتشتغل بخيط اتخن تاخدي اتنين سلسلة فقط، تلات سلاسل. وهنعمل ايه؟ هننزل من اول السلسلتين اللي خدناهم في اول رسمة وننزل تحتيهم كده، وناخد التلات سلاسل اللي بعديهم وناخد غرزة حشو نجمعهم مع بعض بالشكل ده، وناخد اتنين سلسلة او تلاتة لو الخيط رفيع، انا باخد تلاتة، وندخل في الرسمة اللي بعدها وناخد التلات عمدان، واحد اتنين تلاتة، وسلسلتين وتلاتة عمود في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة، وناخد التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وننزل. بصوا يا جماعة كده ركزوا، من ورا اهو، من ورا نطلع من ورا وناخد معانا السلاسل نضمهم مع بعض بغرزة حشو، وتلات سلاسل، وندخل في الرسمة اللي بعدها وندخل احنا اتفقنا بندخل في السلاسل اللي بين العمدان، تلات سلاسل اسفة معلش، تلات عمدان وسلسلتين وتلات عمدان في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة، ونكرر اللي احنا عملناه، تلاتة سلسلة، وننزل نجمع السلاسل اللي في النص مع بعض بغرزة حشو، وناخد تلات سلاسل، وهكذا لنهاية السطر. اهو الشكل بقى كده معانا، هكمل السطر وارجع لكم. رجعت انهي معاكم السطر. اخر رسمة عملناها زي كل مرة سلسلتين، وندخل في تاني سلسلة من خمس سلاسل البداية اللي احنا بناخدها. بقى عندنا الشكل كده. هنعمل ايه بقى السطر اللي بعده؟ هناخد الخمس سلاسل بتوعنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وندخل بيهم فين؟ في السلسلتين اللي بين العمدان بالشكل ده. بعد كده ناخد سبع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وندخل بغرزة حشو في السلسلتين اللي بين العمدان. بعد كده سبع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وندخل بيهم في غرزة حشو ما بين في السلسلتين اللي ما بين العمدان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وندخل بغرزة حشو لنهاية السطر. بس في الغرزة الأخيرة هناخد خمس سلاسل نعمل اللي عملناه في البداية، هتبقى خمس سلاسل مش سبعة. هرجع أنهي معاكو. هنهي معاكو السطر بخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وندخل في تاني سلسلة، واحد اتنين من الخمس سلاسل بداية. بقى عندنا الشكل ده. ناخد خمس سلاسل في البداية وندخل في أول رسمة، وبعد كده سبع سلاسل وندخل في السلسلتين اللي ما بين العمدان، ونهاية الرسمة برضو خمس سلاسل. يعني نبدأ بخمس سلاسل وسبع سلاسل باقي الرسمة، وننهي بخمس سلاسل برضو. نعمل ايه السطر اللي بعده؟ هنلف شغلنا وناخد المرة دي هناخد تلات سلاسل، لأن احنا دلوقتي بنأسس للرسمة الجديدة.
واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل هيحلوا محل اول عمود، وناخد بعدي اربعة عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة، بالتلات سلاسل اللي حلوا محل اول عمود يبقى كده عندنا خمس عمدان. ونسيب المكان اللي فيه غرزة الحشو وندخل ونعمل تسع عمود في السبع سلاسل اللي احنا عاملينهم بين الغرز، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، ونسيب غرزة الحشو وندخل بتسع عمدان تاني في الرسمة اللي بعدها، وهكذا لنهاية الرسمة اللي فيها خمس، آخر حاجة هننهيها بخمس عمدان زي ما بدينا بخمس عمدان. أخلص السطر وارجع لكم. آخر فتحة هناخد فيها خمس عمدان زي ما ابتدينا بخمس عمدان، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بقى عندنا الشكل ده. نبتدي بخمس عمدان في الخمس سلاسل اللي واخدينهم في البداية، وفي السبع سلاسل اللي واخدينهم نعمل تسع عمدان، وهكذا تسع عمدان تسع عمدان لغاية النهاية، برضو ناخد خمسة عمود برضو في النهاية زي ما ابتدينا. دي كده احنا بنأسس عشان نعمل نكرر الرسمة تاني. هنعمل ايه بعد كده؟ هنلف شغلنا وناخد خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هنبتدي نعمل المربعات الفاضية تاني. نسيب اول سلسلة، تاني سلسلة بتاعت العمود، يعني ده اول عمود تاني عمود تالت عمود، وندخل فيه ونعمل عمود بلفة، ونكرر تاني اللي عملناه في البداية، اتنين سلسلة ونسيب اول عمود تاني عمود، وندخل في سلسلة تالت عمود وسلسلتين، ونسيب اول عمود تاني عمود، وندخل في تالت عمود، وهكذا اتنين سلسلة ونسيب اول عمود تاني عمود وندخل تالت عمود. اخلص السطر وارجع لكم ننهي مع بعض. خلصت المربعات الفاضية بتاعت اول سطر، مربعات فاضية في تاني رسمة. احنا هنا ابتدينا بتمنتاشر مربع في البداية، لازم هنا يبقوا نفس العدد عشان هنكرر الرسمة تاني. الرسمة دي منكررها، من رسمة تكرارية. هنعمل ايه؟ هنعمل برضو اللي احنا عملناه ونلف الشغل كده، وناخد خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وندخل في تاني عمود هيقابلنا عشان نعمل المربع، تلات سلاسل هتحل محل اول عمود، واتنين سلسلة عشان ندخل في العمود اللي بعده، وهكذا اتنين سلسلة وعمود واتنين سلسلة وعمود فوق العمود لنهاية السطر. يعني هنكرر البداية بتاعتنا، هنكرر مربعات البداية هنكررها تاني. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت السطر اهو. هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل اللي احنا عملناه تاني، تلات عمدان واتنين سلسلة وتلات عمدان، ونكرر الرسمة اللي قدامنا دي بنفس الطريقة ونفس النمط ونفس العدد. هكمل الرسمة وارجع لكم اوريكم الشكل ايه. ورجعت بعد ما خلصت رسمة كمان. احنا كده خلصت الرسمة بتاعتنا، وكده العمدان دي بتاعت بداية الرسمة الجديدة اللي احنا نعملها المربعات الفاضية، وبعد كده نأسس عليهم الرسمة. انت عايزة تشتغلي بعرض معين كالبلوزة او مفرش او شال مثلا، انت تاخدي السلسلة بالعرض المطلوب وتعملي عليها عواميد فاضية، مربعات فاضية اسفة. بس لازم عشان خاطر تكون الرسمة دي مظبوطة لازم نشتغل على مضاعفات العدد تسعة، يعني نشتغل عدد المربعات تبقى تقبل الاسم على تسعة، وتشتغلي بالعرض المطلوب والغرز قدامك اهي تكرريها، الرسمة تخلص تتكرر وتتأسس من اول وجديد، وهكذا لنهاية الطول والعرض المطلوب.
لا اتمنى يكون الفيديو مفيد ان شاء الله، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك مني كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.